تحدثنا عن أهم الأوراق ولو ذهبنا إلى جمال أبو عابد وداركو، ما هي الورقة الأفضل والسلاح القوي بيد داركو وجمال أبو عابد من وجهة نظرك؟ أنا لما نحكي على المستوى الجماعي، كل لاعب يمثل الوحدات الفيصلي فهو لاعب كبير ومؤثر، هذا أمر يعني نعم. أساسي ومهم. لكن أنا بعتقد أنه النصيصة يبقى الرقم واحد في النادي الفيصلي. الوحدات هناك يعني أكثر من لاعب مؤثر، لكن أنس العوضات أثبت خلال الدقائق التي شارك فيها بالشوط الثاني أنه قادر على زعزعة أقوى دفاعات في يعني الموجودة، سواء من الفيصلي أو غير الفيصلي. لاعب لديه إمكانيات هائلة سواء على مستوى السرعة والمهارة والتسديد. أنس العوضات يبقى يعني الرقم واحد في نادي الوحدات. ثابت تتفق مع؟ بالتأكيد أتفق، على الرغم من أني شايف أنه مفاتيح اللعب الهجومي عند الفيصلي أكثر، صيصة رقم واحد بالتأكيد. ولكن إحنا شفنا يمكن أخبار صيصة بيعاني من إنفلونزا، يعني يمكن أمور المشاركة يعني لسه ما تضحت. ولكن أنا بعتقد أنه الأمور الإنفلونزا دائما يعني بحاجة لراحة، يمكن 24 ساعة واللاعب بيرجع بينتظم بالتمارين وبيلعب في المباراة. فأنا بعتقد أنه الفيصلي عنده أكثر من مفتاح هجومي ويمتلك المهاره الفنيه، واللي يعني مثلا صيصه لاعب صانع العاب عنده المهاره الفرديه وعنده الاسلوب الجماعي في اللعب وعنده الحل من لمسه واحده. امين الشناني لاعب مهاري على مستوى عالي جدا وناضج، يعني على الرغم من 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 سنه الصغير لانه لاعب ناضج. ابو شعير شفنا قديش تاثيره على النادي الفيصلي، على الرغم من انه اول موسم له بيعيش مع نادي جماهيري، انت قادم من الجزيره وبتلعب مع نادي جماهيري، تثبت انه عندك شخصيه قويه ودائما صاحب قرار وصاحب مهاره فرديه. رزق بني هاني المهاجم التونسي اللي ممكن يلعب، احسان حداد على الرغم من انه ظهير ولكنه دائما صاحب نزعه هجوميه كبيره. الان الفيصلي عنده مفاتيح هجوميه كثيره، ولكن الوحدات مع الدفع المعنوي، انا بتفق مع ثائر انه انس العوضات حتى ذكاء المدرب داركو، على الرغم من انه سمعنا انه في مشاكل كان بين على امور متعلقه بالكابتن انس العوضات، كان الصوت ضوء كبير عليها. نعم، الا انه وضعه بالاسلوب المميز واختار التوقيت المناسب، ما بدا فيه اساسي، ما حطه تحت ضغط، كان عارف انه ممكن النتيجه ما تكون مميزه، عارف انه ممكن يخطا، ممكن اللاعب يكون متوتر شوي، ما وضعه من البدايه، اختار التوقيت المناسب اللي ينزل فيه انس العوضات. يعني اثبت للناس انه انا بشتغل للمصلحه العامه، يعني انا على الرغم من انه يمكن كسيت شوي على انس العوضات بالبدايه، الا اني اخترت التوقيت المناسب اللي اوظف فيه قدرات انس العوضات. وانس العوضات دائما يثبت جودته العاليه جدا، مهارته الفرديه العاليه، ولانه حل زي ما حكى ثائر قادر على زعزعه اي دفاع في الاردن وحتى يمكن في الوطن العربي. كمهاره يمكن شوي انس العوضات ظلم شوي في الانتقادات الكبيره اللي واجهها في الموسمين او الثلاث الماضيين، الا انه انا دائما كنت ما بلومه هو شخصي، بلوم المدربين اللي بيكونوا موجودين اللي ما قدروا يثقلوا موهبته ويحكوا له ايش نقاط ضعفه وايش نقاط قوته على اساس يركزوا عليها. انا بعتقد انه انس العوضات من اميز اللاعبين المحليين على الاطلاق وما اخذ حقه دائما للانتقادات اللاذعه، لكن اصبح اكثر نضوج خلينا نعترف. طبعا اكيد التطور مع الوقت، انت بتلعب مع لاعبين كثير، مع مدربين كثير، بتروح منتخب احترف برا، اكيد من الطبيعي انه اي بني ادم يتاثر بالناس الكثير اللي بيقابلهم واللي بيشوفهم. انا مستني من انس العوضات انه يكون نجم اكبر في المستقبل في في في, في الاردن وفي المنتخب الوطني. لا شك انه الكابتن داركو يمكن اعتمد على اسماء معينه كان بهمه اللاعبين الخبره وبهمه الفريق يوقف على رجليه، وشفنا هذا الحكي مثلا باشراك احمد سمير، على الرغم من انه احمد سمير موقع بوقت يعني متاخر جدا. صحيح. يمكن في لاعبين كثير وقعوا، ولكن ليش احمد سمير تحديدا؟ بحاجه للاعبين اللي يوقفوا الفريق على رجليهم، اللاعبين الناضجين، اللاعبين اللي بيحكوا مع، يعني بده لاعب بيحكي مع الفريق. احمد سمير عنده الصفات القياديه، يمكن الفريق وقع مع صالح راتب مع بهاء فيصل، ولكن ليش احمد سمير؟ لانه واضح انه المدرب بيعرف انه الفيصلي شوي اعلى وبحاجه الى انه الفريق يوقف على رجليه، وهذا يثبت ذكاء داركو وواقعيته بالتعامل مع المباراه. طيب لو انا وجهت سؤال سريع يعني سواء لك ثائر او لثابت، من الممكن أن يكون أنس في هذه المرة منذ البداية، منذ صافرة البداية؟ يعني من الطبيعي أن يكون منذ البداية، لا هي رؤية فنية نحترمها في أي وقت يشاركه داركو، علينا احترام توقعاتك في هذه المواجهة. أنا بتوقع أنه سيكون لاعب أساسي، لكن يعني تأكيدا على ما قاله ثابت وتأكيدا على أهمية أنس العوضات، اللاعب الكبير هو الذي يظهر في المباراة الكبيرة. أنس ظهر في المباراة الكبيرة عندما تلعب أمام الفيصلي ويظهر أنس بهذه الصورة، فهو لاعب كبير وقادر على تقديم الفارق، تقديم المستوى الفني المأمول منه، وقادر على تحقيق الفارق الذي يرغبه المدرب ويعني تحبه الجماهير. ثابت، أنا بالتأكيد بتوقع أنه الكابتن أنس العوضات الآن جاهز أنه يلعب مباراة كاملة، خصوصا أنه المدرب لازم يستغل الحالة النفسية المرتفعة عند أنس العوضات. يعني يمكن مرات كثير مدربين بيحاول يستغل
الفورمة الكبير اللي عند اللاعب، حتى لو في لاعب ثاني أجهز منه أو أفضل منه أو مقدم موسم أفضل منه، في كثير مدربين بيعتمدوا على الحالة النفسية المؤقتة حالياً. أنا بدي أستفيد من ارتفاع معنويات أنس العوضات والشيء اللي عمله، فأنا بعتقد إنه الأقرب إنه أنس العوضات يكون أساسي، خصوصاً إنه ما في خيارات كثير هجومية عند على الأطراف خصوصاً عند الكابتن داركو يعني، فأنا بعتقد أنس العوضات راح يكون أساسي في المباراة. طيب من الممكن ثائر أن هذه المواجهة بالذات تحتاج إلى العمل النفسي أكثر من حيث أن يكون المدير الفني يتعامل مع لاعبيه تحديدا وترك ذلك الأثر على الفريق المنافس. اليوم يدرك داركو جيدا بأن الفيصلي بحاجة إلى هدف لإعادة مثلا تعديل الكفة ما بين الفريقين، لكنه يدرك أكثر بأن مسألة تسجيل هدف وحداثي منذ البداية يزيد الضغط أكثر على الفيصلي وعلى لاعبي الفيصلي. يعني أكيد داركو 100 يوم وأكثر له مع الوحدات، هذا يعني أصبح لديه معرفة كبيرة بعقلية اللاعب الأردني، كيفية التعامل مع الأمور النفسية. هناك للأمانة عمل كبير من محلل الأداء رفت الإعلامي وحتى من مدير الفريق اللاعب السابق محمد جمال. محمد جمال يعني يقدم أدوار كبيرة جدا ربما لا يعرفها أحد، لكنه عامل مؤثر بالفريق وعامل مهم، وهناك علاقة ود ومحبة بينه وبين اللاعبين، وهو قريب من المدير الفني. هذه أمور مهمة من النواحي النفسية. أكيد داركو أصبح يعرف كل هذه الأمور، وأصبح يعلم جيدا أن هدف مبكر في شباك الفيصلي من شأنه يعني أن تمنح الوحدات قوة أكثر وأفضلية وراحة أكبر في مجريات المباراة. ثابت، يعني دائما في كرة القدم أنا ما بحبش المسميات اللي دائما الجمل الجاهزة اللي بيحكوها محللين كرة القدم، يعني مش بالضرورة أنا إذا بكون متقدم إني أستنى بالخلف معناته أنا بدافع، نعم، وإذا بتقدم للأمام إنه أنا قاعد بهاجم. مرات إنك تمسك الكرة فهو بكون أسلوب دفاعي، يعني أنا الآن لما عارف إنه الفريق اللي قدامي عنده زخم هجومي وأنا أمسك الكرة وأبادر في الهجوم، فمعناته أنا بحاول أدافع، بحاول قدر الإمكان أريح مدافعيني وما أحط الزخم عليهم، نعم، فهذا برضو أسلوب دفاعي. والكابتن داركو مدرب ذكي جدا، ومستحيل حكيت لك زي ما بدأت مستحيل يخلي لاعبين ومدافعين نادي الوحدات تحت الضغط، لانه هذا شيء خطير جدا. فانا بعتقد انه ما راح يدافع في الخلف وما راح يستنى مهاجمين نادي الفيصلي عشان يجوه، انا بعتقد انه راح يتقدم للامام، ولو بده يدافع راح يدافع من مناطق متقدمه، ما راح يستنى لاعبين الفيصلي بالخلف.